السنوار لم يغادر خان يونس، لم يغادر أنفاق خان يونس. السنوار يتحدى من خان يونس إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. معاريف، هذه الجريدة الإسرائيلية تعلق على ما أوردته نيويورك تايمز الأمريكية لتصحح ما قالته صحف أخرى حول تسلم معلومات حساسة حول السنوار من أمريكا نحو إسرائيل مقابل عدم اقتحام رفح، لتنكر المخابرات الإسرائيلية ذلك وتؤكد أن هناك تبادل كامل للمعلومات بخصوص حالة السنوار وكامل غزة، وإجماع إسرائيلي أمريكي حول عدم وجوده في رفح من الأصل، عدم وجود السنوار في رفح، وأنه لم يغادر منذ بداية الحرب خان يونس. كل شيء متبادل على صعيد المعلومات بين أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بخصوص غزة، لكن الخوف من مقتل السنوار جاء ما بعد اجتياح رفح، انطلاقا من معلومة رئيسية: عدم وقف إطلاق النار في حال قتله. لن يكون حكم مستقر في غزة، وهذه خلاصة ثانية للمخابرات الأمريكية. تورط المخابرات المصرية فيما سمي بالمعلومات الحساسة تجعل الصفقة مع المخابرات المصرية باسم أمريكا، وهو ما رفضه نتنياهو. المسألة الرابعة: أن السنوار حسب المخابرات الأمريكية معه 150 مقاتلا. هناك معلومة أخرى: أن عائلته معه، لأن عائلته مهددة بالتصفية من داخل العمليات وخارجها، وسمح لقيادات جديدة تراها التنظيمات الميدانية على الأرض باسم السنوار نفسه. ثم أن هناك معلومة شديدة الحساسية بخصوص مخازن الفصائل التي لم تكن تحت أعين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهي الجزء الهام للغاية التي تقاتل به المقاومة الآن. واقتصاد المخزون الاستراتيجي من السلاح هو الجزء الرئيس في نجاح حماس وباقي الفصائل. إعادة الهيكلة لمرتين نجحت في صفوف كتائب القسام وحدها، وأدت إلى دور أكبر مما تصوره الجميع. وهذه المعلومات هي المعلومات الأدق حول ما يعتبر بمثابة معلومات حساسة حول السنوار وعائلته وأصدقائه. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أخيرا يجتمع الأمريكيون والإسرائيليون على معلومة واحدة منذ 7 أكتوبر، أن السنوار في كل ما كان من معلومات كلها كانت خاطئة، لم يخرج من أنفاق خان يونس منذ 7 أكتوبر. وهذا هو الواقع الحالي الذي يمكن الاعتماد عليه الآن حسب رؤية المخابرات الإسرائيلية والأمريكية. وكل ما عدا ذلك كان تقديرات شبه خاطئة أو أنها مجزأة على وجه دقيق. المسألة الأخرى: أن من استشهد من القادة كان واضحا جدا أن عملهم لم يكن متصلا بشكل مباشر بالسنوار. المسألة الأخرى: أن الاتصالات التي جرت والتي روقبت من أجل الوصول إلى مكان السنوار لم يحدد إلا في الجولة الأخيرة لمعرفة أين السنوار موجودا، والعملية كانت ببساطة شديدة عوض رفح، فلنذهب جميعا أمريكيين وإسرائيليين إلى خان يونس. هذه تقولها المخابرات الإقليمية وعلى رأسها المصرية وأيضا الأمريكية والإسرائيلية. الإجماع أن السنوار موجود في خان يونس، ورد من خان يونس
على جميع ما كان من مفاوضات إلى حين إعلان نتنياهو للعملية في اجتياح رفح. إذن الأمر هنا كان واضحا وكان سياسيا إلى أبعد حد، إسقاط معبر رفح البري. هذا التطور الرئيس الذي يجعل من تحدي السنوار تحديا عقلانيا إلى أبعد حد. من جهة أولى فهو يمارس مهامه على رأس تنظيم مسلح يستطيع حمايته، ويستطيع أيضا أن يناور من أجل حمايته ويضحي من أجل قضية يؤمن بها الجميع. فالسنوار تحدى الآف 16 أن تقصفه وهو في شوارع غزة، أيضا هذا التحدي مستمر. إنما ما السبب الذي يدفع إلى طرح سؤال هل السنوار يحتاج إلى دروع بشرية من خلال الأسرى، أسرى إسرائيليين لدى حماس؟ هناك مسألة دقيقة جدا ما بين العسكريين وباقي الأسرى. إذن هذه الرؤية الأولى. الرؤية الثانية أن هناك أيضا تمييز شديد الأهمية بخصوص عمل 150 مقاتلا حوله، فيمكن أن يعتقد الجميع بلواءين للوصول إلى السنوار، وأن هذه العملية قد تكون مكلفة ولكنها حاسمة مع السنوار. لكن رفح جزء آخر من العملية، إنهاء الحرب، الوصول إلى آخر نقطة في غزة. إذن الأمر يتعلق باحتلال غزة، واحتلال غزة يجعل من حماس مستقبلا من دون أفق، لسبب بسيط، لأن جميع الأنفاق وأيضا عزل غزة أصبح محسوما، ولذلك فلا إمكانية لتطوير السلاح أو تصنيعه أو العمل على أجندات لتهريبه. كل هذا حسم. بقي الأمر إذن معلقا بشيء مركزي يعتمد عليه الآن الإسرائيلي، بعد حالة الحصار الذي نقول معه أن معبر رفح لم يمرر سوى البترول أو الوقود لصالح المقاومة. اليوم فيه محاولة لاستنزاف الوقود، هذا هو المهم الآن، وإلى حين نهاية أمرين أساسيين: نهاية الوقود ونهاية ما في المستودعات، والمستودعات التي لدى الفصائل الأخرى ولم يراقبها الإسرائيليون أو الأمريكيون، والآن هي الجزء الهام للغاية الذي يستثمر. فنجد دائما ما نرى كتائب زائد كتائب في عملية واحدة. إذا الوصول إلى استنزاف هذه المستودعات والاحتياطات بالنسبة لباقي الفصائل، ثم أهم شيء الوقود، لأن العملية اليوم عملية استئصالية على وجه دقيق. وهنا لا بد من القول أننا أمام محاولة عدم وصول إسرائيل إلى أن يكون السنوار شهيدا إلا في الوقت المناسب، وهذا قد يكون جزءا من ترتيبات أمريكية. الأمريكي اليوم هذا الذي يريد أن يثبته كل من خبراء DIA والCIA، هناك إجماع أن الوقت الذي يجب فيه أن يقتل السنوار أتى. يعني الأمر أصبح محسوما، الإبقاء على المليون ونصف المليون، الإبقاء على رفح، الإبقاء على علاقات إسرائيل ومصر على نفس المستويات دون أن تهبط إلى الحضيض، دون أن تكون هناك انعكاسات. واقع الحال أن مصر ستتمسك بكامب ديفيد بشكل استراتيجي وحاسم وغير قابل للنقض، إلا إن أتى ما يجعل المعادلة الداخلية في مصر مختلفة. أما اليوم فهناك صعوبة في أن يقول أحد، والمخابرات بالإجماع
المخابرات الأمريكية بالإجماع وإلى جانبها الإسرائيلية، فرد مصر ردا قد يكون على هامش كامب ديفيد، لا تعليق كامب ديفيد ولا تجميد ولا غيرها، كل هذا أمر متجاوز. إذا أمامنا المعلومات الحساسة لمصر بخصوص السنوار في خان يونس، هذا أمر كان معروفا وحاولت المخابرات المصرية أن تزكي هذا الوضع وأن تعطي مصداقية للمعلومات الأمريكية والإسرائيلية بأن السنوار لا وجود له في رفح. والسنوار أساسا وهو يفاوض لم يسمح بتواجده في رفح كي لا يكون هناك مبرر لدى الإسرائيلي. إذا الكل هنا فهم أن هناك صفقة من خارج الترتيبات الاستخبارية وأيضا باقي الترتيبات على هامش ما يريده نتنياهو. إذا أمامنا السنوار في تحدي، هذا التحدي يعرف حساباته جيدا ويعرف لماذا هذه المفاجأة. لنرى أن القيادة اليوم على وجه دقيق ليس فوقها شيء ولا يبحث عنها أحد، لأن انسحاب 98 كوموندو والفرقة رقم 98 كوموندو وقوات خاصة من خان يونس، يعني أقصى ما لدى الإسرائيلي يقام به، إذ جمع كل القوات الخاصة زائد مظليين وكلهم في 98، ومعروف أن هذه الفرقة فرقة المظليين هي التي قادت هذه العملية مع أشرس جنرال هو الذي نقل إلى الشمال وهو بمثابة قائد السلاح الجو في الشمال لمواجهة حزب الله وقائد ما سمي بالمناورة مع القوات البرية. إذا عندما نذكر جولدفاس فإننا نتحدث عن مستوى حاسم من المسؤولية، ولا يمكن لجنرال الآن أن نقول بإمكانية قيادته لمكان هذا الجنرال الذي أرسل إلى حزب الله لمواجهة حزب الله. على أي، إذا هذه الوضعية في خان يونس قد تكون مكلفة للغاية، هذا أمر مؤكد. وفي نفس الآن فإن صعوبة حدثت في عدم اختراق هذا الوضع حول السنوار، هذا هو الذي دفع مباشرة إلى أن تكون فيه قبل اجتياح رفح المخابرات المصرية والمخابرات الأمريكية وعبر قائدها ومديرها للسي آي بيرنز، ثم بعدها مباشرة مدير الموساد الإسرائيلي، كل هذا ولم يحسم في وضع ماذا سيكون ما بعد مقتل السنوار. ليس الأمر في الوصول إليه وإنما إدارة ما بعده، لسبب واحد، هناك فراغ كامل وسيزيد هذا الفراغ، لا إمكانية ما بعد السنوار أن يكون للسلطة أي سلطة بما فيها السلطة المدعومة من إسرائيل أو التي ستنشئها إسرائيل أو السلطة الفلسطينية من رام الله نحو غزة، كل هذا أمر معلق. هذا هو التفصيل الذي يقوله الإسرائيلي، والأمريكي طالب بأن تكون هناك مسؤوليات، تفاهم مع مليون ونصف المليون وأيضا إعطائهم امتيازات للعودة إلى بيوتهم بعد مقتل السنوار وإنهاء الحرب. هذا كله يجعلنا أمام سؤال، لماذا عدم الوصول إلى السنوار، تجاوز السنوار وتنتهي الحرب؟ لأن مجرد استشهاد السنوار هل ستنتهي الحرب أم ستبدأ؟ هذا هو الشيء الذي لا يمكن الإسرائيل إجابة عنه، وهذا الذي يبقي الوضع إلى الآن صعبا مع مقاومة شرسة إلى أبعد حد. اليوم ستزداد الشراسة، ليس فقط أن الأسرى لن يكونوا، إنما الذين سينقذون لن يكونوا أيضا. لهذا فهنا صعوبة كبيرة للغاية
بشأن السنوار في تحدي هائل لم يحدث مع قائد على الأقل في الفترة المعاصرة أن تحدى من مخبئه المعلوم. ولذلك فالكل يقول إنه الرجل الميت، يعني في آخر المطاف، في الفرصة التي يجب أن يذهب فيها سيذهب. لكن بالنسبة إليه هو يعلم ويقيس مدى المرحلة ويعقدها بما يناسب عدم السماح بالوصول إليه. كل هذا أمام ذكاء تكتيكي غير مسبوق. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.